السلام عليكم الإخوان أخوات متابعي صفحة أمير الراغب، تحية كبيرة لكم. وحاضر الدورة التكوينية اللي غادي تكون هي كما كنت قلت لكم في واحد اللايف، أنني غنلزم راسي بها باش أنني نعاون مجموعة من الناس اللي بطبيعة الحال باغيين يدخلوا المجال ديال الانترنت، وانطلاقا كذلك من يعني التجربه ديالي في المكتب. وليت نوعا ما يعني انطلاقا من المكتب يعني وليت قريب بزاف من الناس، وليت كنعرف شويه شنو هما المشاكل اللي عند الناس الحقيقيه باش يقدروا انهم يبداو في العمل اشتغال على الانترنت. وحاولت انني يعني خلال هذه المدة هذه انني نخرج مجموعه من الخلاصات اللي يعني لزمت راسي باش انني نحاول ندير واحد الدوره تكوينيه نعاون فيها مجموعه من الناس، واللي غتكون ان شاء الله بالدارجه المغربيه، واللي غادي تكون كذلك بواحد الطريقه ديال الشرح اللي هي ماشي طريقه شرح اكاديميه. باش نكونوا متفقين، ما غادي نشرح لكم بالخضره، وغنشرح له بالبصله، وغنشرحوا بخيزو، وغنشرحوا بالطرقان، وغنشرحوا لأي حاجة ممكن أنها تقرب الفكرة. فاحنا غادي نحاولوا أننا نديروها في هذه الدورة هذه، باش أنه واخا يكون للواحد يعني صراحة واخا يقدر يكون أمي، يقدر أنه يفهمني علاش كنهضر، ويقدر أنه يتبع هذه الدورة هذه. انقطاع، فقلت لكم أنه مجال العمل على الإنترنت سواء كنتي غتدخل في أي مجال راه ضروري تخصك لي باس، ضروري شي حاجة بريمورديال، سينو غتلقى راسك دائما في واحد المتاهه. وهذا الشيء اللي واقع لمجموعه من الناس، انهم كيلقاو راسهم في واحد المتاهه، كيكون هو غادي يمشي يقرا واحد المجال مثلا الاي ماركتين، ولا غادي يقرا مثلا دروب شيبين يبيع سيغ انترنت، اولا اي مجال بغى يدخل ليه كيلقى راسو هو واحد بعدا مع الاساسيات، وكيتخلطوا ليه الاساسيات مع هذاك الشيء اللي في ذاك الدومين، وهذاك الشيء اللي في ذاك الدومين تخصك ديجا يكون عندك لي باز. سينو تلقى راسك انت بعدا بواحد الغام على لي باز، باقي كاع ما وصلتي حتى وتيجيك الدومين صعيب، وكتقول اش هذا النم هذا، وكتقلب. علاش الاشكال فين كاين؟ هو انه ما عندكش لا باز، ما عندكش لا باز، ما كايناش. انت تدخل تقرا دروب شيبين كتلقى، ولا كتدخل تقرا ايميل ماركتين انت ما عرفتي حتى شنو هو اس ام تي بي، ما كتعرف حتى شنو هما لي بور اللي كتصيفط بهم، ولي بور اللي كتستقبل بهم، وما كتعرفش. المهم ما كتعرفش بزاف ديال الحويجات. بطبيعه الحال راه غتلقى راسك ما فاهم والو، غتلقى داك الشيء صعيب عليك، راه هذه مساله اللي هي عاديه جدا. فلهذا قلنا ان في الدوره هذه ان شاء الله غادي نطرقوا لمجموعه من النقاط. المهم النقطه الاولى اللي غادي لا فابور الدوره فابور نسيت ما قلت لكم، لا الدوره غتكون بالمجان ان شاء الله، داك الشيء غيكون بالمجان، ما تخلص الدارير، داك الشيء فابور. غنطرقوا فيها بزاف ديال النقاط. اول نقطه غادي نطرقوا ليها في الدوره هي مجال ديال الشبكات، لانه هذا الانترنت اللي حنا كنخدموا به كيخدم بواحد مجموعه من التقنيات. انت كدابا كتفرج فيا، اذا هاد الصوره اللي كتنتقل دابا من الحاسوب من التليفون ديالي باش توصل للتليفون ديالك راه كدوز مجموعه من المراحل. يعني كاين بزاف ديال الحويجات اللي خصنا نعرفو. ملي كتصيفط ايميل علاش ما كيمشيش لصاحبك، علاش كيجي عندك انت؟ ملي كتدخل لواحد الموقع كيفاش هذاك الموقع حتى تيتفتح ليك؟ كاين بزاف ديال المسائل، يعني ضروري خاصنا نقراو على مجال ديال الشبكات. بطبيعه الحال ملي غندخلوا المجال ديال الشبكات غادي نقراو على لا توبولوجيا ديال الشبكات، نعرفوا لا توبولوجي ديال الشبكات كيفاش كتخدم، وغادي نهضروا كذلك على الخدمات. بحال وهنا غادي نحاولوا اننا نخصوا الوقت لكل خدمه من الخدمات ونشرحوها مزيان، بحال مثلا الاف تي بي فين كيكونوا المواقع، نشرحوا شنو هو اف تي بي، نفهموا مزيان ونصاوبوه راسنا، نعرفوا نصاوبوا ان سيرفر اف تي بي، خصنا نعرفوا شنو هو الاس ام تي بي، البروتوكول ديال الاس ام تي بي. المهم اس ام لي بروتوكول المايلين حتى هما خصنا نعرفوهم، شنو هذا البروتوكول، كيفاش كيتصيفط ايميل، كيفاش تيستقبل، كيفاه الى 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 الى، خصنا نعرفوا شنو هو اتش تي تي بي اللي كتكتب ديك اش تي بي، اشنا هي، كيفاش كتخدم، الى غير ذلك. غادي نهضروا على الخدمات اللي هي عندها علاقه بالاش تي بي اس، وتعرف كذلك كيفاش تصاوب دي سيرفور اللي هما
اولا تصاوب دي بروتوكول اللي هما اتش تي تي بي اس كومون انستالي واحد السيرتيفيكاسيون وعلاش اتش تي بي والتشفير ويلا بلا بلا بلا. المهم كاين بزاف المواضيع في هذا الشيء. هذا فيما يخص الشبكات. غنهضروا على لي روتور كيفاش كيخدموا, السويتش كيفاش كيخدموا, لي بور الى غير ذلك. التخربيق غادي نهضروا عليه. نهضروا كذلك على لي سيرفور. غنعرفوا شنو هو سيرفور فيسبوك دابا اللي داخلين ليه. اذا هو محطوط على محطوط في واحد الجهاز. شنو هو هذا السيرفور؟ شنو هو الفرق بين سيرفور وبي سي؟ تعرف شنو هو علاش تنقولوا لهذا سيرفور وعلاش تنقولوا لهذا بي سي؟ خاصنا نعرفوا هذا السيرفور هذا كيفاش كيخدم, شنو هما الانظمه التشغيل ديالو والطريقه الاعداد ديالها. حيت النظام كاين الانظمه النظام ويندوز وكاين الانظمه لينكس, ولينكس فيه بزاف ديال التوزيعات, وخصنا نعرفوا شنو هو الفرق بين كل توزيعه. وخصنا نعرفوا كذلك كيفاش كنسيطابيو. مثلا هضرنا غادي نكونوا هضرنا على الاف تي بي وهضرنا على كيفاش كنسيطابيو هادشي ان سيرفور باش نفهموا هادشي كيفاش كيخدم. من بعد ملي غادي نعرفوا لي سيرفور ونتقربوا بزاف لي سيرفور وهادشي, ندوزوا لحاجه اخرى هي طريقه اعداد المجلات او المواقع الالكترونيه. غنهضروا على شي حاجه بسيطه وغنهضروا على المجلات. الوورد بريس كيفاش كنانستالو. انت دابا باغي مثلا تصاوب واحد المدونه, باغي مدونه ربحيه, اذا هذه المدونه غتشتغل على مجله سميتها الوورد بريس. اذا كيفاش كنانستالي وورد بريس؟ هادشي راه كتلقاه في دورات اللي كيعلموك مثلا الاربيتراج, وتيوريك الاربيتراج وتيوريك كيفاش تثبت وورد بريس. لا خويا, وورد بريس خاصك تكون معلم هادشي. هادشي ما داخلش في دوره تكوينيه في الربح على الانترنت والعمل على دوره من الربح. هادشي ما داخلش في هادشي, هادشي راه ما داخلش. دابا هنا هذا هو الهدف ديال هاد الدوره. اذا انت خويا غادي تولي تعرف كيفاش تانصالي مجله على الوورد بريس, تعرف شنو هما لي بلوغين, وغادي نهضر طاع على لا سيكوريتي في هاد المجلات هادو. واش ماشي انت غدير غدا سيت وبعد غدا يتبير الطاليك, ما كاينه معنى. شنو هما لي باز سيكوريتي في هاد المجلات؟ غنهضروا على الوو كوميرس كذلك كمجله. نقدروا نهضروا على البريستا شوب كذلك, لان هاد المجلات انت بغيتي دير البيع والشراء في العود ما تستخدم شي منصه ولا تصاوب انت منصه ديالك وتخدم بها نتايا. متفقين؟ غادي نهضروا كذلك من بعد ملي غندوزوا هاد المراحل كامله, غادي عاد ديك الساعه ننتقلوا شويه للاعلان الدعايه في الفيسبوك. كيفاش كيخدم الاشهار في الفيسبوك؟ شنو هما الطرق باش كيخدم الى غير ذلك؟ غنديروا دور غنشرحوا على فيسبوك, غنشرحوا الاي سي او, غنشرحوا الايميل ماركتينغ. ولكن هاد اللعيبات هادو اللي في الاخر هادو غير بحال الخضره فوق الطعام, لان بون فيسبوك والادورد هادو حتى هما دي باز خاصهم يكونوا عندك. غادي نشرحوهم طبيعه الحال. الاي سي او والايميل ماركتينغ هادشي غادي نشوفوه من بعد. اذا هادو هما ماش من خصم الدوره بالمجان اخواني, راه ما كناخذ من عندك حتى ريال. هادشي غنديروه في سبيل الله. كما قلت لكم هذا الشيء راه واخا غادي تسمعوه دابا وغايجيكم معقد وكاين اللي غايقول لك لا شوف غادي نبسطوه غادي نبهدلوه غادي نردوه اي واحد كيفهم. انا قلت لك شتي تكون امي غتدخل غتفهم هذا الشيء. انا غادي نشرحوه بواحد غنشرحوه غنحاول ندير واحد المقاربه ديال ارض الواقع, غنشرحوه بارض الواقع داك الشيء غتشوفوا. وعاد ديك الساعه ننتقلوا ان شاء الله للبراتيك. ديك الساعه راه غادي نخدموه في البيس. بطبيعه الحال الله يرحم لكم الوالدين. انا ماشي من عادتي كما كتلاحظوا, انا ماشي من عادتي انا كل لايف نبقى نقول لك بارطاجي دير فعل ترك, ولكن صراحه هذا الشيء اللي غندير معكم راه خاصو يتبارطاجا باش يستافدوا الناس, حيت هذا الشيء فريمون خاصو يتبارطاجا. هذا الشيء مهم بجه. وبطبيعه الحال الا شديتيه, اسمعني مزيان الله يرحم لك الوالدين, هذا الشيء الا شديتيه وغادي نزيدوا على انا المهم كنقاد واحد الورقه دابا وكنزيد افكار والى غير ذلك. هذا الشيء الا شديتيه وحوايج اخرين ان شاء الله يقدروا يجيو مع الوقت وانا كنشرح لكم يقدروا يطرحوا لي افكار اخرين. راه ما غاديش تكون بحال بعض الكوانب, وسمحوا لي نقول الكوانب لانهم كيهاجموني. تيبدا يقول لك هذا السيد كيفهم في كل شيء باش ما تبقاش تقولها على عباد الله. هذا تيفهم في هذه وتيفهم في هذه وتيفهم في هذه, راه تيفهم في هادي وتيفهم في هادي وتيفهم في هادي. علاش تتولي كتفهم؟ لان انت راه شاد لي باز. اي حاجه شاده, اي حاجه عارفها, عارف لا باز هادي. اش الفرق؟ راه هذا سيت ويب وهذا سيت ويب. المجلات عارف يعني اي مجال غتبغي تدخل ليه عندك لي باز, باش ما باقيش تبدا تطبر تقول هذا تيعرف كل شيء. راه الناس اللي تيفهموا في كل شيء راه ناس عندهم دي باز. هذا وعزيز على ان شاء الله ملي غتولي عندك الخبره راه ديك الساعه تاني. هذه حاجه اخرى اللي كتزيد باش انك كتزيد مزيان في البيزنس ديالك. ونقطه اخرى انه ملي كتولي عارف لي باز, يعني الا خسرتي على راسك وقت مع هذه الدوره اللي غادي نعطيك, غادي تلقى راسك انه
ما باقيش غتضيع وقتك في شي حوايج اللي هما بانال، هذا هو اللي مهم. يعني ملي غتبغي تدخل لواحد المجال غتمشي تقرا على المجال، ماشي غادي انت عاد بديت تبدا واحد اللي مع وورد بريس وما فاهم كاع شنو هذاك الاش تي تي بي وشي واحد اللعيبه كان انستالي وسميتها سيرتي بها شنو هي، ما فهمتي داكشي ما فاهم ليه، ما فاهم الطالبات ديالو، ما عارف شنو هو داكشي. طب وملي تيوقع لك ايرور ما فاهم حتى الدياغنوستي هذيك الايرور، وهذا هو المشكل، لانه ملي تيوقعوا لك مشاكل ما تتعرفش الدياغنوستي، وهذا الشيء اللي تياخذ لك الوقت. علاش؟ لان ما عندكش لا باز، ما فاهمش هذاك الشيء، ما واخدوش اكاديمي، ما عندكش منهجيه، ما عندكش منهجيه، راه ما يمكنش الدياغنوستي، هذا هو المشكل. غيوقع لك مشكل غتبقى واحل، غتبدا تسول في جوجل، جاب لك الله شي حاجه جاوبك عليك جوجل عليها هو هذاك، ما جاوبش غتبقى واحل. هذا هو اللي تفكرتها، هو المرجو الالتزام، حاول تلزم راسك. كاين المغريات انت السبت وتمشي تسهر وداك الشيء، اصبر معايا حيت هادشي والله ما غتندم عليه، ما غاديش تندم عليه، انا تنقول لك ما غاديش تندم عليه، انا متاكد. ما غاديش، صبر راسك، قرا بزز قرا بزز. مجانا مجانا. طبيعة الحال هادشي اللي كنقول انايا دابا اولا هادشي اللي غنشرح لكم راه ماشي علم غابر، هادشي راه موجود، غير هو حنا غنشرحوه زعما غادي نحاولوا اننا نشرحوه بالدارجه ونشرحوه زعما بواحد الشكل اللي هو تفاعلي، وهادشي زعما راه صراحه هادشي اللي كنقدم راه ما تقول واخا امي بغا يشرح، لا راه هادشي راه والو، هادشي شي حاجه، هادشي كاع ما يخلعك. ايوا هادشي اللي كاين الخوت، تبارك الله عليكم ونشوفكم ان شاء الله في القريب العاجل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.